السلام عليكم شباب، شو اخباركم؟ شو مسوين اليوم؟ ابي اتكلم عن Resident Evil 3 الريميك. Resident Evil 3 الاصليه هي بالنسبه لي من احلى اجزاء Resident Evil. فكره اللعبه ان نمسز يلاحق جيل طول اللعبه، ما يخليك على راحتك وتتحس بتوتر وخوف كل ثانيه. الفكره كانت وايد تعجبني وتخليها غير عن باقي الاجزاء. صح ان مستر اكس كان يطلع في 2 بس كان وايد بطيء وسهل. فحبي للجزء الثالث خلى Resident Evil 3 ريميك من اكثر الالعاب اللي تحمست لها بعد ما شفت شلون عجيب بعد كانت Resident Evil 2 ريميك وشلون مضبوط كان مستر اكس. كنت ضامن ان هذه اللعبة بتوصل نفس المستوى او احسن بعد، لكن للأسف لا. انا شفت وايد ناس تتحلطم على اللعبة ان كانها DLC وايد قصيرة وشايلين اشياء منها، وصح اتفق مع هذه الاشياء، لكن بالنسبة لي في اشياء تهمني اكثر في اللعبة وبتكلم عنها الحين. خلنا السيدة ندخل في اهم موضوع في اللعبة واكثر شيء يحبط في اللعبة اللي هو نمسز. اخ نمسز، والله مسكين، ايش سووا فيك؟ وين قبل اللي لازم الواحد يغش عشان يغلبك، وحين تقعد لي على الارض تصيح لما احذف لك جرانيد واحد بس، اضربك بجرانيد واحد تصيح لي على الارض، خلاص شيبت، انتهى البرايم مالك. ويا اخي وينه في اللعبة؟ ليش ما يطلع؟ ليش مستحي؟ قادر انه شالوا اسمه من كفر اللعبة بس ما كنت قادر انه بيشيلونه هو كامل بعد من اللعبة. لو لين يطلع يكون جيم بلاي سكريبتد. وين الخوف والتوتر اذا اللي عليك تسويه هو بس انك تهوس فوق حق تركض؟ اغلب الوقت مع نمسس يحطونك في مقاطع كأنهم تقليد من توم ريدر او انشارتد، بس الفرق هني ان المقاطع مملة ما في حماس، بس اللي عليك انك تركض قدام وبتكون في امان، مستحيل يوصل لك نمسز. شوفوا بداية اللعبة بالعكس وايد حبيت المقاطع السكريبتد وكانت مقدمة جميلة للعبة، والصراحة يمكن احسن مقدمة لأي Resident Evil شفته. سيدة تحطك في الاكشن، ما ضيعوا وقت، ما يحتاج بلداب لنمسز لان كل من يعرف من نمسز، ومن البداية روك ان هذي الوحش ياي عشان يلعن قفدك في اللعبة. شيء طبيعي هذا المقطع بيكون سكريبتد لان بداية اللعبة وما بيحطونك في لحظات صعبة من البداية، لكن اللي صار عقب هو اللي يحبط. شيء ثاني بعد بزيدة عن مقدمة اللعبة، انا وايد حبيت المقطع اللي جل تبتدي تتخيل روحها ان هي زومبي وتحلم باشي مو بزينة، هاي رويك ان هي عقليا معتفسة، صايدتها عقدة PTSD من احداث Resident Evil 1، وهالشي وايد عجبني لان قلت او يمكن هالشي يأثر في الجيم بلاي بعدين، تبتدي تتخيل اشياء مو موجودة، نمسز موجود بس مو موجود، يعني في افكار حلوة يقدرون يسوونها، بس المشكلة المقطع ما ادى الى شيء. فهل يعني اللعبة خايسة وما فيها اشياء زينة؟ لا بالعكس، اللعبة فيها اشياء زينة وفي اشياء سوتها احسن من Resident Evil 2 ريميك. بعد البوس فايتس هني احسن، مو بصاير اللي بس تطلق عليهم لما يموتون، في طرق معينة عشان تغلبهم، والساوند تراك حلو بعد، ريميكست من اللعبة القديمة، تحسن من الساوند تراك اللي ما كان موجود اصلا في ريميك 2. القصة والشخصيات ايضا وايد احسن، مو بشي رهيب يعني، لكن الكاتسينز الموجودين حلوين، وعلاقة كارلوس وجيل وايد احسن من ليون وكلير اللي ما كان في شيء بينهم اصلا، يجفون بعض في بداية اللعبة
وصدفة في نهايتها. But how are you doing? You know, just surviving. That's good. لكن هني تشوف شلون علاقة جيل وكارلوس تتغير على مدار اللعبة. والجرافيكس بعض الأحيان مو طبيعي. ما أعرف شلون قدروا يخلون الجرافيكس هني حتى أحسن من 2. مع أن الفرق في الوقت بين اللعبتين كلش قصير. تعرفون شنو من الأشياء اللي ضبطت اللعبة بعد؟ نيمسيس. ها؟ شلون؟ توقع تحلطم عليه؟ صحيح. صحيح ليه الحين نيمسيس تعبان في أغلب اللعبة، لكن في جزء وايد صغير من اللعبة خلاني أشوف إيش كثر كابكوم غلطوا في استعماله. الجزء اللي قاعد أتكلم عنه هو عقب مقدمة اللعبة في المدينة اللي هي أحسن منطقة في اللعبة كلها، اللي هو في الديمو. هاي المقطع اللي في الديمو هاي أحسن بارت في اللعبة، يعني اللعب الديمو لعب أحسن شيء في اللعبة. هذه الجزء من اللعبة يستعمل نيمسيس لقدراته الكاملة، خصوصا بعد ما كنت تلعب ضده على صعوبة نايتمير. هذا الوقت الوحيد اللي في اللعبة اللي نيمسيس ما يكون سكريبتد ويلاحقك ويطلع لك أي وقت نفس اللعبة القديمة. لكن للأسف هذا المقطع كامل يمكن 10 دقائق أو أقل حتى. شوفوا المقاطع حاليا والله يذكرك بنيمسيس القديم وممتع أكثر من مستر اكس حتى في ريميك 2، لأن هني مو بس تشرد، هني تقدر تقاتله وتسوي دوجينج وتخطط ضده. هذه كلها زائد الزومبيز اللي لازم تحاسب منهم بنفس الوقت تسوي لحظات جدا حماسية في اللعب. هذا هو النمسيس اللي كان مفروض يلاحقك اغلب اللعبة. شيء حزين والله ان هما ضبطين الاي اي ماله مع قوته وسرعته، كل هاي على الفاضي حق مقطع صغير يكمل وايد بسرعة. شيء ثاني بعد اللعبة ابدعت فيه لكن ما عطتنا كفاية منه، مدينة راكون سيتي. المدينة في اللعبة جدا جميلة، الألوان والإضاءة وايد حلوة. المشي والاستكشاف بجل في المدينة وان تدخل صيدلية لمطعم للهوة مع موسيقى اللعبة القديمة ريمكس في الخلفية، شعور وايد حلو خصوصا حق واحد يعشق اللعبة القديمة. لكن مع نفس المشكلة مالت نيمسيس الشيء يكمل وايد بسرعة ويصير خاطرك أكثر منه. بعدها للأسف اللعبة تخسر روح ريزدنت إيفل وتتحول للعبة لينير دايما طريق واحد وما في الغاز. في مقاطع بعدين اللعبة ترجع أوبن فيها استكشاف نفس المستشفى، هذه جزء حلو من اللعبة. هني ريزدنت إيفل تبدع، لكن مشكلة أغلب باللعبة لينير طريق واحد صاير بس تروح سيدة. وما أدري إذا لاحظتها واللعبة وايد سهلة. أنا لعبتها على هاردكور أول مرة وكانت وايد سهلة. أنا أتذكر Resident Evil 2 كان فيها تشالنج حلو، لما لعبتها أول مرة على هاردكور كانت صعبة. هني وايد سهلة مسوينها. وأدري في difficulty Nightmare وInferno اللي يخلي اللعبة وايد أصعب، لكن ليه الحين كأول تجربة للعبة كنت خاطري تحدي. ما أدري ليش في هاللعبة كل 5 خطوات يحطون لك سيف روم في وايهك، حتى قبل واحد يقدر السيف روم
لما توصل للسيف روم هاي كان وقت حقك تتنفس ترتاح تاخذ بريك. هني كل خمس خطوات حطوا لك سيف روم. حتى في مقطع في اللعبه في وسط تشيس سين في وسط ما نمسز يلاحقك حطوا لك سيف روم. لا وعلى كثر السيف رومز اللي في اللعبه ما في انكربنز، يعني تقدر تسيف كثر ما تبي حتى ما تحاسب على ايش كثر لازم تسيف. وفوق هاي بعد في اوتو سيف تشيك بوينت. هل في ناس يعني تحلطموا على صعوبة Resident Evil 2؟ أكيد، لأن ليش سووا هالقرارات الغبية؟ إذا أنت من اللي تحلطموا على Resident Evil 2 من صعوباتها تفو عليك. في النهاية Resident Evil 3 ريميك لعبة زينة فيها متعة استمتعت فيها، لكن اللعبة كانت تقدر تكون وايد أحسن ومن أحسن ألعاب هذه السنة لو بس كانوا عندهم وقت أكثر للعبة. أنا من اللي أشوفه اللعبة فيها وايد أشياء حلوة، بس هذه الأشياء كلها تكمل أول ما بديت تستمتع بالشيء، كأنك تقرب سندويش وايد حلو وأول ما تبي تكمل عليه سحبونه منك. إذا بتسألني أنا أشوف في كم طريقة اللعبة كانت تقدر توصل لمستوى Resident Evil 2 الريميك، لو كبروا المدينة، عطونا وقت اكثر مع اول ستيج من نمسيس لان هذه بسهوله احسن ستيج البدايه، كانوا يقدرون يسوون الشيء لو خلوا جيل تروح مركز الشرطه بدال كارلوس نفس القديمه ويخلون نمسيس يلاحقك هناك. تعرفون ايش قد عجيب بيكون هالشيء لو تلعب ضد نمسيس في مركز الشرطه. واخر شيء خففون من مقاطع السكريبتد ويعطونا اماكن اوبن اكثر بدال اللينير. إذا تبون اختصار هاللعبة، هاي اللعبة فيها كل الأفكار العجيبة والحلوة لكن ما طبقوها عدل. واضح أنه كانوا مستعيلين في اللعبة وكانوا بس يبون ينزلونها لأن يستغلون نجاح Resident Evil 2، بس لو ركزوا أكثر على اللعبة حصلوا وقت أكثر يزيدون من الأشياء اللي موجودة في اللعبة كانت في احتمال تكون أحسن Resident Evil. سي الله الله كريم.